ليا صديق هو أكبر مني بكتير، إن هو صديق وفي مقام الوالد. والراجل ده بالنسبة لي راجل ملهم ليا في حياتي، سواء أخلاقيا أو عمليا أو إيمانيا. هو راجل رباني جدا جدا، رغم إن هو منخرط في الدنيا جدا. وبقعد دايما أسأله، يعني قول لي كده من رحلة حياتك، يعني علمني، فيض عليا من اللي عندك، اللي خلى عندك هذا الحال من السكينة والرحمة. ففي مرة قال لي: أنا عمري ما جزيت على حاجة في الدنيا، أنا عمري ما كنت عايز حاجة في الدنيا وميت عليها. وقال لي عندي مبدأ كده: التاكسي والبطيخة. قال لي في عز ما أنا كنت مدير كبير جدا، عمري ما كنت خايف من بكرة، كنت أقول دايما لنفسي لو حصل اللي حصل، أيا كان اللي حصل، أنا يكفيني إيه؟ تاكسي اشتغل عليه، اروح بيتي بكيلو كباب وبطيخ وهعيش ملك، مش فارق معايا حاجه، وانا مطمن كده بالوضع ده ومكمل حياتي كده. فسبحان الله، وكانه اشبع احتياج الاطمئنان جواه بالفكره دي، فبقى عايش ساكن وقدر بقى ينجح في حياته، لان هو خلاص الجانب ده امنه، هو مطمئن وساكن إن الحد الأدنى هو مبسوط بيه، فقادر بقى يترقى ويتألق. وكأن إشباع الاحتياج ده هيخلي الواحد يشرخ وينجح ويعلى، وعدم إشباع الاحتياج ده إن أنا حجز على الدنيا وعايزها، ده هيهد هيكسر. ما هو المشكلة هنا بقى إن الشخص هيرد عليك يقول لك: ما أنا عايز أطمن. ايوه، انت عايز تطمن بالخوف، يعني انت عايش بالخوف وعايز تطمن، هي دي مشكله. شخص عايش بالقلق المستمر والخوف المستمر على اللي جاي او على المجهول، وهو بيقول انا عايز اطمن. وبتهيألي ان صاحبك ده يعني ايه، يبقى مستريح، ففضل مكمل في السكه دي بتاعت انا مش عايز افكر في ايه اللي جاي بكره او ايه اللي ممكن يحصل وانا معرفوش وهبقى مستعد له ولا لا، والافكار بتاعت الخوف والقلق دي، لان الافكار دي بتاعت الخوف والقلق المستمر دي مدمره. تمام. مدمره بالابحاث، يعني مدمره مش بس نفسيا، مدمره جسمانيا. يعني الابحاث بتقول ان الناس بتموت من القلق. اوكي. امراض قلب، امراض ضغط، وارتفاع في نسبه الوفيات. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.